مشاهدو قناة النوميديا، مرحبا بكم، سعيد بلقائكم في هذا العدد الخاص في الذكرى 56 لاستقلال الجزائر. في عدد اليوم سنحاول الحديث مع ضيوف الكرام عن ماضي الجزائر، تاريخها، وعن الحاضر وعن المستقبل، وهو الذي يهمنا أكثر. أسعد وإياكم إذن مشاهدينا باستضافة كل من الأستاذ علي دراع الإعلامي. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بك. مرحبا. كما أسعد وإياكم أيضا مشاهدينا الكرام باستضافة الدكتور محمد أنباس الإعلامي والمؤرخ. شكرا على الاستضافة الكريمة. على يساري أسعد أيضا باستضافة الدكتور محمد طيبي، محلل سياسي وباحث سوسيولوجي. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا بك، مساء الخيرات. كما أسعد أيضا مشاهدينا الكرام باستضافة السيد نور الدين بن إبراهيم، القائد العام السابق للكشافة الإسلامية ورئيس جمعية أضواء رايت. سي نور الدين مرحبا بك. شكرا، مساء الخير سيك حمزة، وشكرا على الاستضافة. ربما ضيوفي الكرام، خليني نقول أنتم يعني حصلكم شرف أنكم عايشتم 5 جويلية 1962. طبعا هناك إجماع. خليني نرجع معكم في هذا الفيتيار للزميلة زهور غربي إلى تلك الأجواء، نخليكم نعود تعيشوها ولنا حديث بعد ذلك. مشاهدينا الكرام أدعوكم أيضا لمشاهدة هذا التقرير ثم لنا حديث. ترفرف عالية، فوضنا القوم في أمرنا وأمر سيادتنا فرفضنا، وقالوا سنجري اقتراعا، بلى ونعم خدعة فاعترضنا. فرنسا تناسيت ما ليس ينسى، أما في نوفمبر كنا اقترعنا، وأجرى علينا الرصاص انتخابا وخضب أوراقنا فانتخبنا، ولم نكن نرضى بنصف الحلول فانتصرنا فانتصرنا. جزائري أي نعم، ورايتي ترفرف عالية، صنعت البطولات من صلب شعب سخي الدماء فرعت الدنا، ومنك استمد البناة البقاء فكان الخلود أساس البقاء، وألهمت إنسان هذا الزمان فكان بأخلاقنا مؤمنة. جزائري أي نعم، ورايتي ترفرف عالية، جزائري أي نعم، وحريتي أنا من صنعتها، جزائري أي نعم، ورايتي أبد الدهر عالية. تحيا الجزائر حرة، رجال ونسوة. تحيا الجزائر حرة، رجال ونسوة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا. خليني نبدأ الحوار من عندك أستاذ علي دراع. خليني نقول هو الاستقلال هو ممكن يوم الذي يعاش مرة في الحياة، خليني نقول هو يوم استثنائي في حياة أي شعب. وما خليني نرجع بك إلى 5 جويلية 1962، خليني نقول شنو هي الشيء اللي خليني نقول ما زال في ذهنك إلى يومنا هذا. صورة الشهيد، صورة المجاهد، صورة الطفل الحافي الرجلين والعاري الجسم والمتشرد، صورة المرأة اللي في وجهها الوشام حاملة الطفل في يدها، صورة العسكري الذي يضرب في الطفل من كل مكان، يدبح يسلخ يجلد. هذه الصورة، صورة الاستعمار البغيض، صورة فرنسا الاستعمارية البغيضة التي ضربت. وتأتي الراية، نعم تأتي الراية ويأتي النصر، نصر الجزائر، نصر الجزائر من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، كلها تحيا الجزائر. تلك الصور الرهيبة، تلك الصور العزيزة، تلك الصور التي لا تزول أبدا من مذكراتنا أو من ذاكرتنا، هذه الصور هي التي تبقى راسخة إلى الأبد.
عودة الحياة للشعب الجزائري من جديد، عودة الحياة للشباب الجزائري، عودة إلى المجاهدين، بدون أن أنسى شهداء تلك الفترة. نعم. شهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لتلك الفترات العصيبة التي عشناها سنة 62، أين خرج الشعب الجزائري كله، صوت واحد، مرأة واحدة، رجل واحد، وراية واحدة عالية بصوت الأحرار، حررنا الجزائر، وتحيا الجزائر إلى الأبد، حيا لن تموت. نعم، تحيا الجزائر. أستاذ محمد عباس، ربما الزميلة زهور غربي حاولت أن تخليني نقول تعيشنا في هذه المرحلة، احنا ما عشناهاش للأسف، ولكن خليني نقول تاوش من الشيء اللي خلاك اليوم، خليني نقول الشيء اللي ذكره الحدث، أول صورة ورفع العلم، علم الاستقلال الساعة 12 منتصف نهار يوم الثلاثاء، يصادف كمثل هذا يوم الثلاثاء 3 جويلية 62، يصادف نفس الأيام تاع 52. بعد بطبيعة الحال المظاهرات العارمة تعبر على فرحة الشعب الجزائري، ثم بطبيعة الحال استقبال جيش التحرير الوطني الداخل من الحدود، كلها صور، احنا محسوب في مدينة يعني قريبة شوية من الحدود، تشوف هذه المناظر كلها يعني اللي تعبر على هذا الحدث السعيد، يعني اللي كان في حماس كبير، إلى درجة أن رئيس لجنة الاستفتاء اللي هو المناضل الكبير قدور سطور كان متخوف من حاجة، أنه يدفع الحماس الجزائريين إلى تسجيل أنفسهم في أكثر من مكان، فيأتي عدد الناخبين أكثر من عدد المسجلين، تولي مشكلة، تطرح الشبهة، خايف من هذه الشبهة، شبهة يولي فيه الشبهة على الاستفتاء. ربما أستاذ ما طيبك سمعت الأستاذ علي دراع والأستاذ محمد عباس، خليني نقول لك أنت أيضا عايشت هذا اليوم، وش يمثل هذا اليوم في حياة أمة، في حياة شعب، خليني نقول في حياة شعب، مثل شيء لا يوصف ولا يوزن. بمعنى أن إذا نظرت لتلك الراية هناك وأردت أن تزنها، هل يمكنك وزنها؟ أم لا يستحيل، لأن من رسخها ومن أعطاها هذه القدسية خرجها خارج ميزان العقل وخارج ميزان التاريخ، فهي فينا كالطاقة التي تجدد حضورنا وتجدد ذاتنا دائما. أنا ولدي صغير ذكر ما قرأ كيش مع قسم، من يوقف هكا عفويا، وبالتالي فيه سحر، سحر الانتصار، لأن الانتصار عندما يكون بهذه الربانيات، وأنا دائما أقول هذا، يزحزح الذوات ويعطي لوجودها معنى. تذكر تدفق الناس للشوارع نساء وأطفال وكأن الجزائريين نسوا كل ما يميز إناثهم عن ذكورهم، ودخلوا في حالة وجدانية ووجودية أتذكرها، أعطتنا فرصة دامت يوم أو يومين، كأننا لم نعد في فهمنا لذاتنا ما كنا. هذا هو اللي في تصوري القراءة الوجدانية. إنما الانتصار من ناحية التاريخ هو عودة إلى التاريخ، كنا نلعب خارج التاريخ، فهذا الشعب هو الذي أعاد ذاته بأبطاله وبصدقه وبتضحياته التي لم يضحي أي شعب مثل ما ضحى به الشعب الجزائري، وبالتالي هو إنجاز تاريخي من هذا الباب. وإنما في تصور أيضا، ويبدو لي هذا هو الذي يشتغل على مخيلتنا الآن، أن بقدر ما أن هذه الراية تشتغل في وعينا وفي ضميرنا دائما، بقدر ما أنها هي كاتاليزر. شو معنى كاتاليزر؟ معنى هي اللي تصفي بين السمين والغث، لأن في التاريخ يخرج الغث ويخرج الذي لا تليق ذاته معها، وفي هذا الوقت هي المصفات، حتى وإن رجع الأعداء، حتى وإن، خليني أقول لك بوجدانية كبيرة، حتى وإن تحرك أهل الجمرة الخبيثة أو الشجرة المرة، حتى وإن، فتلك الراية هي السد المنيع الذي أعاد لنا ليس فقط ذلك الشموخ الذي يحصلنا عليه كثير من الدول، وعادنا إذن المناعة الحضارية التي بها نبقى مهما كانت المحن والرهانات. ربما الأستاذ نوردين برام
انا وانت ربما خلينا نقول من جيل الاستقلال كي نشوفوا هذه الصور اكيد نقولوا نحزوا الجيل اللي... جيل الاستقلال. نعم كي تقول جيل الاستقلال شو تعرف معناها؟ هو ارتقاء عالي لان ارتبطت هويتكم بالاستقلال. تبدلك كلمة بعمل بتضحية ارتبطت كلمتكم بعودة إلى عودة مجتمع وأمة إلى ذاتها. فأنتم معيار، أنتم الربار دو ليستوار، مش هكذا كلمة احنا جيل الاستقلال مثل ما يقال. تفضل. لا مشكور. ربما نعود لك أستاذ نوردين ببرام، قلت لك يعني احنا من جيل الاستقلال كما قال الأستاذ طربي، ولكن خلينا نقول كي نشوفوا هذه الصور أكيد نحاولوا نعيشوها لأننا ما عشناهاش. نحاول، والبعض قد خليني نقول يرمي يتهمنا احنا جيل الاستقلال يقول ما عشتوش ما قاصيتوش، اكيد ما عشت تفهموا معناها. ولكن كي نشوفوها في الاكيد راح نقدروا تضحيات اجدادنا في الاخير 100%. نقدروا تضحياتهم من خلال اولا اليوم نترحموا على شهداء الجزائر كلهم الله يرحمهم ويسع عليهم، وايضا تمنوا طول العمر المجاهدين، لانه هذه الصور جسد نهايه مرحله اليمه عاشها الجزائريين. الاف من الناس، ملايين من الناس شردوا، ذبحوا، قتلوا، طريق وحشية واستدمار، وهي تمثل مرحلة انعراج وانعطاف جديد في حياة الناس. ذاتهم أصبحت بدون رقابة، أصبحت مربوطة مع الأصول تاعها، وخرجت تعبر في لوحات كي نشوفوها دائما، أطفال، شيوخ، نساء، كبار، صغار، خارجين كلهم بشعور واحد وهو الحرية والاستقلال. أعتقد أنها قوية جدا مثل ما كنا نتحدث مع الأساتذة اللي عاشها في تلك اللحظات، وإحنا أيضا على تواصل مع هذا الجسر الشعوري للانتماء والفخر على هذه اللحظات وعلى هذا المضمار الطويل اللي بدأ من المقاومة الجزائرية إلى الثورة التحريرية، كله حقق بالنسبة لنا اليوم هذا التواصل القيمي، هذا التواصل في هذا الإنجاز الكبير اللي خلانا اليوم نتكلم به حرية بفخر بعزة للانتماء إلى كل هذا المكسب للجزائريين والجزائريات. فعلا إنها لحظات قوية، نقف اليوم وقفة عرفان وتقدير لهذه الأجيال اللي حققت هذا الانتصار وهذا هذا المكسب الكبير اللي خلنا اليوم نخليه الحقبة الاستعمارية ورانا، ونخمم الآن في بناء وتعزيز هذا المكتسب اللي حققته الجزائر. أكيد ضيوفي الكرام، ربما منذ الاستقلال ارتبط هذا اليوم يوم 5 جويليا أو 5 يوليو ارتبط بذكرى الاستقلال وعيد الشباب. صحيح، ربما ودائما نقول بأن الشباب هم خزان الجزائر. هنا حبيت خليني نفتح النقاش حول ما يسمى بجيل الاستقلال. استاذ ربما عنده بعض التحفظ على هذا المصطلح. تحفظ تحفظ هو تثمين. تثمين. نعم حتى نوضح الصورة أكثر. لكن دعوكم لمشاهدة هذا التقرير التي أعدته الزميلة زهور سيني، ثم لنا نقاش بعد ذلك. مشاهدينا الكرام، دعوكم لمشاهدة هذا التقرير ثم لنا حديثهم بعد ذلك. الشباب الجزائري تعلق بالاستقلال وأيضا بمفاهيم الحرية، رغم اختلاف الظروف والأحداث إلا أن شعور الانتماء واحد، العيش في حرية بعيدا عن بطش الاستعمار، ظلمه واستبداده. اليوم 5 جويلية 2018 يسترجع الشباب ومن عايش الحدث ذكرى عيد الاستقلال والشباب معا، يتذكر الصغير والكبير أمجاد بطولات ثورتنا المجيدة، وهو دليل عن تعايش الأجيال من أجل تواصل وترسيخ تاريخ الجزائر في أذهان الأجيال القادمة بما يحمله من مآسي وبطولات دروس تبقى راسخة لدى الشباب المتطلع لمستقبل واعد مهما كانت أعمارهم وانتماءاتهم السياسية. برغم تغير الظروف ما بين مرحلة جيل الثورة وجيل الاستقلال، إلا أن شباب اليوم لا يختلف عن شباب تلك الحقبة من تاريخ الجزائر، لأن الكل يتفق على أن هذا الوطن الغالي كتب اسمه بدماء الشهداء ليعيش الشعب الجزائري حرا وكريما في أرضه الطاهرة، بدماء من قدموا أرواحهم من أجل بقاء الجزائر واقفة بين الأمم. ضيوفي الكرام، ربما في السنوات الأخيرة كلما خليني نقول في الجرائد، في وسائل الإعلام، خليني نقول كانت هناك بعض توجه إلى القول بأنه اليوم شباب الجزائري يعرف الوطن ويعرف الوطنية إلا في ملاعب كرة القدم. خليني نقول ما مدى صحة هذا الحديث والكلام لكم؟ تفضل ضيوفي، تفضل استاذ، خليني نبدأ من الميسر. أيوة ماشي. على كل حال تعرف ليس كل ما يقال في الجرائد هو حقيقة وصحيح. ولكن خليني نقول هو شعور إحساس. لا هو رأي أكثر من ذلك. إنما يقول لك سأل المجرب ما تسألش الطبيب، بمعنى أن أنا عندي 25 سنة أو أكثر مع الشباب في الجامعة من الليسونس حتى الدكتوراه،
زف إلى ذلك المدارس العليا نتاع الدولة على اختلاف أنماطها العسكرية والمدنية. وعرف الشباب إلى حد كبير. الشباب هو عمر إثبات الذات سواء اليوم أو البارحة. وبالتالي هو في علاقته مع المجتمع ومع التاريخ عنده قوة نقد أحيانا وقوة ثورة أحيانا. إنما في النهاية الامتحان ليس في الفعل الراهن التي يمكن تفرضه رهانات الظلم أو رهانات مثل قال عنها الحجرة وكذا، إنما الوعي هو مسألة واحدة أخرى تماما، الخيارات مسألة واحدة أخرى تماما إطلاقا. وبالتالي في تصوري، وأنا قلت لك كنا في الحديث التقيت الشباب المهاجر الحراقين في إسبانيا وبقيت نتناقش معهم أنا في السوسيولوجي، نحب نفهم، بقيت نفهم عقلهم وين ماشي. عقلهم أولا في الوطن وفي النجاح، هذو اللي يمشوا منا في حالة غير شرعية. وعلى في اعتقادي أن المجتمع الجزائري وشبابه مثل ما تفضلت هو جيل الاستقلال، أي جيل ثمار تاريخ متتالي، وبالتالي عنده أمران يحركانه. الأمر الأول هو أن يتحدى الجيل المنتصر، يقول لك كونوا كيفهم ولا خير منهم، وهذا حقه على فكرة. والجيل الثاني هو أن يتحدى الحداثة، أي ما يحدث في العالم، ويريد لبلده ومجتمعه أن يكون في هذا المستوى في تنظيم الدولة، في الشأن العام، في الرياضة. وبالتالي المجتمع الجزائري، الشباب الجزائري نقول لكم يشبه ذاك البركان، يحتاج إلى استراتيجيات كبرى للدولة، لأن الدولة الجزائرية تأسست بالشباب في البداية. الأمير عبد القادر، شوفوا الظاهرة الغريبة في التاريخ، كانت عنده 25 سنة، خوه السعيد والسي مصطفى كانوا كبار منه في السن، لكن سيدي محي الدين خرج الأمير عبد القادر. بون فيه قضايا وجدانية وصوفية ما نتكلموش عليها، إنما حتى مشايخ معسكر ما كانوش راضيين عليه، إنما هذا الشاب اللي عنده 25 سنة حارب 20 سنة 17 سنة الفرنسيين. وبالتالي الآن قراءة الشباب الجزائري هو تاريخ متميز، ولهذا المجتمع دائما آباءنا شو يقولوا علينا؟ والدي شو يقول لي؟ إذا كنت مثلي ما تفرحنيش، خصك تكون أفضل مني وأقوى مني نفرح بك. هذه هي الذات نتاع جدودنا احنا على كل حال. وبالتالي الشباب الجزائري، وهنا نكمل لك، هو كنز ومعدن ورأس مال. وكثير من فلاسفة مثل كلود ليفي-ستروس وكثيرين تكلموا على الإشكالية هذه. ربما نقطة مهمة أطرحها أستاذ طيب، وهي قضية استراتيجية الدولة. احنا نتكلموا على مجتمع يعني 75% فيها واكثر من هذه، يعني هذه المقولة احنا كشباب سمعناها وما زال نسمعوها، انما السوسيولوجي نعم هي في ولكن أستاذ علي درا في الأخير نتكلموا على استراتيجية الدولة لتسيير هذه الطاقة. خليني نقول وش عدينا لهذا الشباب باش نربطوه أكثر بالأرض بالتاريخ، وخليني نقول نوجدوه للمستقبل. وربما لك كلام ايضا استاذ بن برام، ولكن اسمع بعد سعيد. نعم تفضل استاذ علي. اعتقادي ان التداول على المعيشه والعيش في الحياه بصفه عامه، ان الشباب يصبح شيخ في يوم من الايام. الجيل الثوره كانوا كله شباب، أكبر رئيس كان عندنا أو أكبر وزير كان في عمره 28 سنة، سي محمد بوقرة الله رحمه الله 28 سنة، خميستي مجموعة من الشباب كانوا كلهم شباب. يعني الآن الجزائر دخلنا في الاستقلال والحرية، ومرينا على مراحل تاع الشباب شخصيا، وسي محمد يتذكر أيامنا في الجامعة كانت عندنا الوسائل الموجودة التقنية ولا الإعلامية، وكان عندنا ستانسيل، وكان عندنا نكتب في جدران الجريدة في الجدار ونكتب، ما كانش عندنا إمكانيات الآن. ولكن كان نضال، كان توجه ثوري موجود، الثورة كانت مستمرة في السنوات الأولى حتى نهاية الثمانينات. يعني هذاك الصوت وهذاك النغمة تاع الثورة مستمرة، أننا نضحي من أجل بناء الكلش. هاد الشباب مدينا للجزائر مثل ما اللي كانوا سبقونا ضحوا بأنفسهم واعطاو شبابا للجزائر. تنظيم المجتمع صعب جدا، تغري عليه الماديات، تغط عليه الماديات كثير من الاستقلال، واحنا جايين المادة صبحت تؤثر فيه المادة. نعم. وفيه الوسائل التواصل القديمة والحديثة
تطغى عليك انت لباسك الان وحتى تسريحة شعرك ليست شعري انا، هذا طبيعي انك انت في تعيش شبابك وتعيش توجهك وتحب كلمة صراع اجيال. لا 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 ليس صراع اجيال، هذا تكامل للاجيال. انا حبيت نقول للفريق الوطني حتى نكمل الكلمه اللي قالها الاستاذ الطيبي، الفريق الوطني من الثوره من قبل الثوره كل الشعوب عندها فريق وطني. الان نعيش الكاس العالميه كل الشعوب تخرج للشوارع لما فريقها ينتصر، وهذه ميزه للوطنيه. ان انا احب فريق وطني 1 2 3 في فالانجيري، واش معناها؟ معناها اننا نحب وطننا من خلال فريقنا الوطني، الفريق الوطني اللي فيه التلمساني، فيه السقراسي، فيه العنابي، فيه الجيجلي، يعني هذا الفريق يجمعنا ككل، ما فيش تفرقه بين هذا وهذه. شيء هذه حاجه ممتازه، حاجه مهمه للشباب، ان نبني وحدتنا الوطنيه من خلال كل شيء، من خلال اقتصادنا، من خلال شبابنا، ومن خلال ثقافتنا، من خلال لغتنا، من خلال اللغه الخدمه الوطنيه، من خلال جيشنا. هذه هم المكملات ليكملوا الشباب. نعم، ربما الاستاذ نور الدين برما في خلينا نقول في احتكاك يومي مع شباب مع المجتمع المدني، خلينا نقول ايضا ان من بين خلينا نقول الخلاصات او من بين خلينا ما تم صور النمطيه التي تم تسويقها انه شباب اليوم في الجزائر استقال من كل شيء ايضا، وخلينا نقول حتى مفهوم الوطنيه عنده بين مفهوم الوطنية خلينا نقول في أثناء الثورة واليوم اختلف كثير. مفهوم الوطنية ثابت لأنه شبابنا اليوم متعلم، يلج إلى عالم المعرفة، يتحكم في اللغات، يتواصل مع العالم عن طريق التكنولوجيات الإعلام الحديثة. الوطنية مدمجة في هويته، تحدث مع أي جزائري إذا حدثته عن الوطنية والانتماء للجزائر وأبعاده التاريخية والاستقلال والثورة تجد نفس الجواب، كل الناس فخورة بهذا الانتماء وهو معزز. تبقى قضية المواطنة لا سيتوينتي أكتيف، المواطنة الفعالة اللي تعطيه فضاءات ومساحات المشاركة وإبراز هذه الطاقات وهذا الحجم المعارف، هي مجال يدخل في الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للبلد بشكل كبير جدا. شوف نعطيك رقم مهم جدا سي حمزة، الاستقلال اليوم عدد تعداد السكان في البلد وصل الى 42.2 مليون. مليون نعم، يعني العدد في 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 ارتفاع، والديموغرافيا في ارتفاع، وهذا مؤشر على سياسات اقتصاديه واجتماعيه وصحيه اعطت هذا الانتشار البشري على هذه الارض. بالمقارنه مع الفتره الاستعماريه كنا في ضغط وتشريد وقتل، ويعني شوف لا ديفيرونس حتى نديروا مؤشرات. في 42 مليون 11 مليون كل يوم احد صباحا تهز المحافظ وتمشي على المنظومه التعليم. نعم. دونك فيه توجه نحو التحكم في ادوات المعرفه والنجاح والاندماج في النمط الاقتصادي. اعتقد ان التحدي يختلف بين قضيه الوطنيه اللي هي معززه وثابته ومتجذره، والنجاحات هذه الثانيه للمواطنه تعزز هذه المكاسب ايضا، لانه نعم. للاستثمار في هذا الملايين من الشباب اللي قل سنهم تحت 35 سنة وحتى 40 سنة يشكلوا السواد الأعظم داخل المجتمع. نعم. بين فئة الشباب والشابات، كيف يمكن الآن أمام هذا التحدي الجديد أنك تنجح في استثمار هذه الطاقات اللي تعزز هذه المكتسبات وتقوي هذه المنابر الوطنية بنجاحات جديدة في فضاءات اقتصادية اجتماعية في مساحات قوية جدا تمكنه أن يكون هو الفاعل فيها من ناحية الديمقراطية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية السياسية، من ناحية العالمية. نعم. أيضا الدولية. أنا أعتقد أنه أنا مرتاح لقضية الوطنية، لأني الدكتور عبر على محطات عديدة جدا في الرياضة نشوفوا شبابنا ما عاشوش في الجزائر ولا عاشوا في. نعم. دول أخرى، وتلقاهم بالإعلام الوطنية خارجين على 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 دراجات نارية، يعني أكثر من اللي قرأ على الوطنية في جامعات وأكثر من اللي تعلمها في 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 مؤسسات. يعني علاش تكلمت على هذه؟ أنا مرتاح على هذه العفوية الشعورية اللي بدينا بها قبيلة في تواصلنا مع مكتسباتنا تاع الاستقلال والثورة، لكن التحدي الآن لابد نعطوه قراءة أخرى وأسئلة أخرى. قضية المواطنة لا سيتوينتي اللي الشباب يمارس فيها حقوقه وتكون فيها الاكسسبيليتي للمعرفة للاندماج في الشغل وغيرها، هي أيضا من النقاط. ربما احنا نعود لهذه النقاط في الجزء الثاني نقاش بعدين. نعم عفوا المقاطعة، ربما احنا نعود لهذه النقاط أستاذ نور الدين ببرام، لكن خليني ننقل السؤال إلى السيد محمد عباس. خليني نقول الجيلي ولا الجيل خلينا نقول ما يسمى بجيل الاستقلال. أيوة. نعم، باش نكمل طريقي انا لازم عليا نعرف الماضي. صحيح. الماضي ديالي. صحيح. ماضي الجيل اللي قبلي انا لما كنت في المدرسه الجزائريه قروني شيء، مع الوقت العلبه السوداء اتفتحت لقيت اشياء اخرى. خلينا نقول هذا الشيء ممكن ياثر سلبا ولا ايجابا؟ وطرف الشعب الجزائري عاش تحدي مصيري اللي هو الاستعمار، يعني في
محاولة قضاء على الشعب الجزائري، فيه أجيال تحملت الصدمة الاستعمارية ومن بعد استطاعت أن تنظم نفسها لترفع علينا هذا التحدي. نعم. جيل ميصالي وسي جيلادي وراجف هذا، ومن بعد جاء الجيل تاع بوضياف ايت احمد بن بلة، يعني رفعوا هذا التحدي وادخلوا الشعب الجزائري مثل ما اشار الاستاذ سابقا الى التاريخ من جديد بالثوره. نعم. ثوره هي اننا عودنا الدخول الى التاريخ من جديد بتضحياتنا وبتنظيمنا. هذا التحدي رفعوه بشيء مهم جدا هو التنظيم، وبنخب حقيقية نابعة من الشعب وبكتل تمثل كتلة تاريخية حقيقية ومؤثرة. ذلك الجيل تاع الاستقلال عنده تحدي آخر. شنو هو التحدي تاعه أستاذ محمد عباس؟ جيل الاستقلال أنه تحدي آخر، أنه يبني هذا الاستقلال. هذه الدعوة الكبيرة باش يبنيه، يبنيه على ركيزتين. نعم. الركيزة الأولى هو الاقتصاد الوطني المنتج ليوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأبنائنا، والركيزة الثانية هي الثقافة الوطنية العلمية الحرة اللي تخليه يعني يزيد يرتبط أكثر بتاريخه وما يطرحش المشاكل المزيفة لتعرقله. ربما هذه النقطة بالذات رح يكون لنا فيها حديث مطول في الجزء الثاني. ضيوفي الكرام، أدعوكم إلى فاصل إعلاني قصير، مشاهدينا أيضا أدعوكم إلى فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا العدد الخاص بالذكرى 56 لاستقلال الجزائر. خلينا نبدأ الجزء الثاني من حيث أنهينا الجزء الأول. عندك أستاذ عباس، خليني نقول توقفت عند نقطة مهمة وهي قضية الشباب والتاريخ، وخليني نقول توصلنا أيضا إلى نقطة مهمة أخرى وهي كتابة التاريخ. خليني نقول للأسف كثير من الشخصيات غادرتنا، كثير من المجاهدين، كثير من حتى رؤساء كانوا مجاهدين غادرونا، وللأسف خلينا نقول اللي قدم لنا نسخة واحدة من شهاداته، ولكن خلينا نقول اليوم التحدي الكبير هو كتابة التاريخ. ما زلنا كل عام نعود أيضا نجبدوا هذه الأسطوانة تاع كتابة التاريخ، ولكن إلى متى ومن يكتب التاريخ؟ التاريخ فيه محاولات منذ الاستقلال، الناس راها تكتب فيه، الجامعات يعني في أطروحات جامعية، في ماجستير دكتوراه يكتبوا في التاريخ. طب الحال التاريخ راه يكتب والناس لازم تقرا وتتبع. لكن محسوب استقلال، ما معنى الاستقلال على الصعيد التاريخي؟ اننا استعدنا حقنا في كتاب تاريخنا. انا الان يعني استعدت حقي باش نساهم في كتاب التاريخ الوطني، هذا جزء من الاستقلال. طب الحال المفروض السلطات الجزائريه تساهم في تقديم الوثائق اللازمه للباحثين باش مازال هذاك المنع، خليني نقول التحفظ، هذاك مازال التحفظ هذاك من طرف السلطات. والله شيء مؤسف، الناس يلقاو صعوبات كبيره باش مثلا يبحثوا في سواء في المكتبه الوطنيه او في المحفوظات الوطنيه، يلقاو صعوبات كبيره. مثلا الماده تاع الثوره تاعنا يعني مثلا الحكومه المؤقته، مجلس الثوره، الولايات، ماهيش متوفره بقدر الكافي. وساعة ساعة نتلاقى مع الباحثين، كل واحد يلقى صعوبات، وقليل ما نلقاه مثلا في المراجع سواء الجزائرية والخارجية إحالة على المحفوظات الوطنية، مركز الأرشيف الوطني. لقيتها غير عند أستاذ واحد هذاك الأمريكي ماتيو كونلي، يشير بلي راه رجع، وكذلك ينصح الأجانب باش يشوفوا الرواية الجزائرية، يشوفوا الوثائق الجزائرية، ما يعتمدوش فقط على دروك مثلا الظاهرة العامة هو طغيان الوثائق الفرنسية. أن حتى هنا مثلا نبحث على الجزائر، روح على تاريخ الجزائر وتاريخ الثورة، روح الأرشيف الفرنسي، مش معقول هذا. الأرشيف تاعك راه موجود عندك. أساسا مثلا فيما يخص الثورة فرنسا حجزت شي قليل، ما حجزتش الوثائق نتاع، الوثائق تاعنا راه كامل موجودة عندنا. ربما التحفظ كان، خليني نقول التحفظ من طرف السلطات، أو خليني نقول الدولة الجزائرية، كان ربما مبرر غادات الاستقلال، خليني نقول في عهد بومدين ربما وبعده، ولكن اليوم ربما لماذا هذا التحفظ؟ لماذا اليوم هناك هذه الحواجز في كتابة التاريخ؟ والحق محسوب احنا مفروض نعجل ونستعجل عملية كتابة تاريخنا ولا نراعي هذا مثلا الأعراف السائدة. والآن رانا فات 50 سنة، أنا في الوقت بدل ضائع. مفروض احنا المفروض ابتداء بعد 20 سنة نبدأ ونفتح الأمور تاعنا ونكتبوا، لأننا نحتاج هذه الأمور. ربما اسمح لي على المقاطعة، ربما هناك بعض، خليني نقول بعض
الأسماء براقة، ربما لو التاريخ يكشف، ربما خلينا نقول بعض الأسماء أو بعض البريق تحدك تاريخ يمكن أنه يزال. لا يمكن أن نبرر، لا يمكن أن نبرر أبدا يعني تقصيرنا في هذا الميدان. التاريخ هو جزء من استراتيجية الدولة ومن سيادتها، يعني التاريخ الرسمي نقصد. أما التاريخ العام الذي يكتب في الجامعات ويكتب في البحوث حتى في الخارج هو تاريخ آخر. والتاريخ هو التاريخ هو واد دائما يجري، وكل من يدخل له يخرج بشيء، على أساس أن الدولة الجزائرية دولة فتية. وتشكيل المنظومة الحكم في الجزائر بعد 62 حتى الآن هي مرتبطة بتاريخ، وبالتالي هي حريصة على تاريخها، وأيضا حريصة على أن يكون هذا التاريخ وفق ما تحمله فلسفة الثورة والتحرير. هذه هي الأطروحة السائدة الآن. الآن يبقى الحرية الفكرية في التاريخ، كيف نكتب التاريخ بكل حرية. هنا مغامرة الباحث. نعم. عند الباحث في التاريخ عليه أن يتحمل مسؤوليته ويخرج الوثائق. والتاريخ ليس فقط مثل ما نتصوره تاريخ الجزائر الآن، ليس فقط متاع الثورة، وليس فقط تاريخ الحركة الوطنية، هو تاريخ يمتد على الأقل، إذا أخذنا الفيلسوف نتاعنا الكبير مالك بن نبي، على الأقل مع نهاية العهد الموحدي على الأقل. نعم. وعلى هذا تصوري الآن أن الجزائر تقريبا، خليني نقول لك كلمة. نعم. كلمة، الجزائر تقريبا شبعانة تاريخ بالأحداث والوثائق والصراعات والحرب، والدول ناقصة في التاريخ التي ليست لها هذه الضخامة وليس لها هذه الكنوز من التاريخ، هذه تريد أن تصطنع تاريخ، ولهذا تكبرها. مثل نعطيك مثال مثل دولة الصهاينة، يعني كدولة مصطنعة تريد أن تصنع نفسها. إحنا عندنا تاريخ، كل عشيرة في الجزائر، كل قبيلة من قبائل الجزائر لو تقدم تاريخها تصيب عندها تاريخ عظيم جدا جدا. ربما أستاذ محمد طيب، ربما تكلمت على تاريخ، ربما عندنا تاريخ كبير خليني نقول يمتد إلى قرون وسنوات خليني على الأقل، ولكن عندنا أيضا مسار آخر لازم نقيمه اليوم، وهي 56 سنة من الاستقلال، وربما هذا هو الشيء اللي يهمنا اليوم. خليني نقول 56 سنة من الاستقلال، خليني ربما ضيوفي الكرام طرح لكم سؤال بكل اختصار وبكل ما يحمله من وزن، هل هو عمر كافي لأي دولة أن خلينا نقول بعد 56 سنة يعني يمكننا بعد هذه المسيرة أن نحاكم نفسنا، نراجع نفسنا، نوقف وقفة مع نفسنا، وش قدمنا وش ما قدمناش؟ هنا حبيت نسمع رأيكم، ولكن بعد رؤية هذا التقرير الذي أعده الزميل أنيس الهيشر حول مسار الجزائر في 56 سنة من الاستقلال. ست وخمسون سنة من استقلال الجزائر تقصر في عين أبنائها كما تطول، تتفق أحكام تقييم مسارها كما تختلف بين من يراها أعوام حققت مكاسب وغنائم، ومن يراها سنون عجاف لم تنتج بلدا كما يرتجى. الحدث التاريخي الهام هذا يفتح نقاشا عميقا فحواها، ماذا تحقق بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال؟ لم تفصل النخب في التحديات الكبرى للبلاد منذ الاستقلال، وهو ما جعل مبدأ التجريب يطغى على مبدأ الاستقرار على نهج واضح. فالسلطة جربت أكثر من نظام اقتصادي، إذ كانت الاشتراكية خيارا دستوريا، لكن الممارسة بعدها فرضت خيارات تميل بشكل أكبر إلى الخيار الليبرالي الاجتماعي، ليتحول طرح السلطة نحو انتهاج الخيار الرأسمالي نتيجة لإفرازات خارجية وداخلية. هذا الخيار وإن فتح الباب أمام طموحات اقتصادية هامة، لكن اقتصاد الريع واقتصاد المحروقات ظلا لصيقين بالمشهد. خروج الجزائر من دمار الاستعمار بمشهد ميزه الإنهاك على مختلف المستويات أفرز وضعا اجتماعيا هشا تطبعه الأمية والفقر، ليكون مهدا لبروز صراعات حركتها توجهات إيديولوجية، كما كان لمسألة الهوية نصيبا من هذه الصراعات، لينقسم الجزائريون إلى طيارات واتجاهات كادت أن تدخل الجزائر في متاهة، وكانت ضريبة العشرية السوداء ثقيلة. قال في البدء كرامتنا،
إذا كانت النقلة النوعية سياسيا تصب في اتجاه فتح المجال أمام التعددية بأنواعها بإصلاحات دستورية مختلفة، فإن تجسيد مبدأ الديمقراطية المعلن عنها لا يزال بحسب كثيرين يتعرض لعوائق مختلفة، مخلفا وراءه شرخا واسعا بين الموجود والمنشود. خليني نبدا من عندك استاذ علي دلع. خليني نقول الجزائر في طيله هذه الحقبه كلها 56 سنه جربنا كثير من الامور اقتصاديا سياسيا حتى في مشروع المجتمع مشروع المدرسه. خليني نقول ما تشوفش باللي في هذا الطريق كثره التجارب خلتنا ننتهي في بعض الامور؟ شوف كلمه بسيطه الى سمحوا للاساتذه، ماهوش تعقيب على، لكن حول كتابه التاريخ والتاريخ رايي تاريخ تعرض إلى ضربات كبيرة، يعني ضربات في الصميم. الضربة الأولى الاستعمار حاول يشوه التاريخ وحاول يضرب في الصميم الجزائر، حب يضربنا في تاريخنا، حب يضربنا في هويتنا، في ثقافتنا، في لغتنا، في تجانسنا، في تضامننا، وخلق الطابور الخامس. خلق جهة من جهات في وسط الشعب الجزائري لضرب هذا الاستقرار وهذا التضامن والوحدة الموجودة. حاول الاستعمار بكل ما يملك من قوة، من سلاح إلى وسائل مادية إلى إمكانيات مالية، لزعزعة استقرار الجزائر وضرب الجزائري بالجزائري. أستاذ محمد ممكن يأكد لي، لابلويد اللي خلقها الاستعمار استمرت إلى ما بعد الاستقلال. لابلويد خلقها لضرب تضامن الثورة ووحدة الثورة وضرب الثوار بالثوار إلى آخره، استمر هذا. وللأسف تعطش بعض القادة في الجزائر الجزائريين لأنه ما خرجنا من السجن، تعطشوا من المسؤولية خلاهم يتصارعوا بين بعضهم البعض، وهذا زاد غداه الاستعمار كذلك. خلق صراعات بين الرفاق بين المجاهدين، بين وقعت تصفيات ووقعت مشاكل أثناء الاستقلال وبعد الاستقلال مباشرة، مما أدى إلى أننا لا نتقدم لكتاب التاريخ ونبتعد عنها لأنها تضر. والأرشيف الموجود عند فرنسا، وانا موافق مع الاستاذ محمد، لو نعتمد في فقط عليه ممكن انه يشوه حتى سمعه اكبر ثوار عندنا في الجزائر. ولذا علينا اذا كان نسترجع الارشيف من فرنسا علينا نوضع لجان مختصه لجان مختصه للاستسقاء كيف نتحقق من الوثائق هذه، هل هي مدنسة، هل هي مفبركة، هل هي حقيقية أم لا. التاريخ خطير وخطيرة يعني كتابته وليس بالبساطة، لا يجب أن نتقبل كل ما يأتي من الخارج طبعا. والموضوع الثاني نظرا للصراعات الأيديولوجية والدينية والفكرية مثل ما طرح التقرير وهو محق، هذه الصراعات تركت بصمتها على عدم كتابة التاريخ يكتبه المؤرخين. أنا لا أستطيع كتاب التاريخ، سي محمد مؤرخ ومؤرخين كثيرين في الجامعات هم اللي يكتبوا التاريخ. احنا نطلب من الناس اللي عندهم شهادات يقدموا شهادات، اللي عندهم كلام يحبوا يشاهدوا به كأقوال يقدموا الأقوال بتاع، لكن خلي المؤرخ. والدولة المفروض تفتح مجال كتابة التاريخ برقابة من أجل بناء صرح للتاريخ ليخدم الوحدة الوطنية، ليخدم الثورة وليخدم الجزائر، وليس لضرب نسمع رأي المؤرخ. وتعرف التحدي تاع ما بعد الاستقلال هو مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. احنا يعني الجيل نتاعنا شعر في مرحلة معينة أن هناك مشروع تاع تنمية اقتصادية وصناعية، بدون هذه التنمية هذه ما نحققش يعني لا طموحات الشباب ولا طموحاتنا احنا. الأخضر الإبراهيمي عنده كلمة مليحة المفروض يسمعوها المشاهدين الكرام، يقول باللي المؤشرات الاقتصادية تاع الجزائر في بداية السبعينات كانت خير من تاع كوريا الجنوبية. صحيح. يقول باللي محسوب الجزائر كانت رائدة في الإعلام الآلي، كانت عندنا المحافظة السامية للإعلام الآلي. في الوقت وين الهند كان مازال ما سمعتش بالإعلام الآلي. معناها احنا كان في فترة تاع الاستقلال الذي نقدر نخلق معجزة أخرى
في مستوى معجزة الثورة. ما الذي وقع؟ وش حصل؟ ولكن كما يقولوا شوف كما هذا هو التحدي الكبير والأجيال تاع الاستقلال أجيال كما توما هو إذا كان الوطنية بالأمس أسمى تجلياتها أنك تضحي في سبيل الاستقلال، أسمى تجليات الوطنية في الاستقلال سؤالك أنك تضحي في سبيل بناء هذا الاستقلال. ماذا وقع تحت سؤال جوهري؟ ماذا وقع في هذا المسار التراكمي النوعي الذي وضع الجزائر في حك الدولة المحورية في العالم الثالث وكان دولة حدثت اختراقات، يعني من نتكلم التاريخ يجب أن نقوله، حدثت لنا اختراقات مضرة في المشروع الوطني ودفعنا عن ذلك ثمنا. إنما الأمم الكبرى هي التي تتناطح مع الأمم الكبرى، وبالتالي رغم هذه الاختراقات والخلخلات التي تمت النموذج الاقتصادي اللي الجزائريين كانوا ماشيين عليه رغم ما فيه من عيوب مع الخصخصات المعروفة، مع الاستيراد العشوائي، مع الانفتاح الذي لم يكن يجب. إذا ما قريناش محطاتنا مش غير التاريخ، حتى محطاتنا كنظام سياسي وطني، النظام السياسي الوطني الذي لا يحلل والذي لا يصوب يغرق بالأمة. ونقول الآن أن النظام الوطني الجزائري استدرك للحظة ثم جاءت الضربة القاضية الكبرى التي ضربته على الظهر. ورغم ذلك لهذا أنا دائما أقول للإخوة اللي يتكلموا على الريع، المسألة كانت أكبر من الريع، كان المال الوطني هو اللي جمع الوطني الجزائريين بعد 92 و93. طيب حتى نختزل المسافات، 56 سنه اليوم كافيه باش لا هذا سؤالك الجوهر، يعني اليوم خليني نقول وش تعني 56 سنه في حياه الامم؟ 56 سنه هي مده امتحانيه لاعاده الامه للتاريخ، لم نصل بعد الى تكريس كل ما يجب لنكون قوة تحمل المناعة مثل ما هي عند الدول. وبالتالي الآن يسهل الاختراقات، والآن أرى سيناريو قد تعود السيناريوهات الاختراقية لبلد مثل الجزائر. وبالتالي في تصوري أن تاريخنا اللي نتكلموا عليه هو سد من السدود، إنما الأساس هو كيف يفهم الجيل وخاصة جيلكم والجيل الجاي كيف يفهم وطنه وكيف يصوغ وطنيته، لأن الوطنية ليست محنطة إذا لم يعاد بنائها، هي التي تضمن هذا 50 سنة من الاستقلال. خليني بغيت نفكر نقطة لأن الإخوان تكلموا عليها وحبيت نقولها في نص جملة. إحنا الاستقلال تم في 5 جوية رسميا، إنما إحنا انتصرنا في 19 مارس وإحنا لم نستقل عن فرنسا، إحنا حررنا بلدنا واسترجعنا وطننا. ولهذا كتاب التاريخ يجب أن تعود إلى المفاهيم اللي كرسها الاستعمار الفرنسي نفسه. بعيدا عن احتكار الوطنية لأنك تكلمت على الوطنية، لأنه البعض خليني أقول اليوم أيضا من بين المآسي اللي أنا نعيشها أنه البعض احتكر الوطنية بالنسبة لي أستاذ نوردين. لا تحتكر. مقاييس مهمة لابد ما ننساهاش في تقييم هذا المضمار الطويل. مقاصد رسالة نوفمبر اللي ضحى من أجلها مليون شهيد فيها مقاصد، فيها فلسفة، فيها رؤية مبنية على مبادئ اللي تضمن الكرامة للجزائريين بعد الاستقلال. قيام الجمهورية بمؤسسات مختلفة تعمل على صيانة هذه الرسالة ومن خلال تمكين مع أدوات عديدة للتنمية وأن تكون عندك موقع أيضا. ربما المضمار لما تقيمه بين بلد بنى نفسه بعد سياسة الأرض المحروقة اللي كانت محطمة كلية تحتاج إلى وقت، عندك عناصر فيها قوة، الشعب كله منخرط معك بشعور واحد وبمستويات واحدة في الانطلاقة تحت 62، واليوم عندك واقع إقليمي، عندك تحول سريع جدا في الذهنيات وفي الاحتياجات. نتكلم الجانب التقني محتاجين فيه أيضا أننا كيف نعمل هذا الوصلة بين هذه المحطة تاع الانطلاقة 62 وين عندنا كل هذه المكتسبات اللي جمعنا الهوية الجزائرية، المكونات والقواسم المشتركة، وبين أيضا فقهنا إلى هذا المضمار الطويل بكل مكوناته وبكل تناقضاته أيضا وبكل تجاربه، لأنه في نهاية المطاف إحنا في 2018 نتحدث على تقييم هذه المرحلة ونتحدث أيضا لنستشرك ما واجه المستقبل، نعم. لأن الشاب اللي يسمع فينا الآن ولا المواطن بقدر ما نعمل قراءة قد تكون مختلفة حول الأحداث، حول الإيديولوجيات، حول محطات، حول تفاعل وطني ودولي، نعم هذا موجود، وقد يكون أيضا محطة للمؤرخين للكتابة بشكل محايد ومنصف، لكن أنا نتفق مع الأساتذة لصيانة هذه الوطنية، لأنه في بعض الأحيان
هروبها من الأيادي الجزائرية قد تكون أيضا مؤثرة على التشكيك في هذا البعد الوطني، وهذا خطير جدا لابد أن ننتبه له، والأقلام الجزائرية والأفكار الجزائرية والأمخاخ الجزائرية لابد أن تكون هي المعدة له، هذا مهم للحفاظ على وصيانة هذا التاريخ. أما بالاختصار الثاني فهي التحديات لزونجو اللي الآن موجودين. أكبر مكسب اللي حققناه خلال هذه المحطات هو الاستقرار، الاستابيليتي، لابي، السلم. ثاني حاجة اللي راح تعتبر الآن مهمة في أننا ما نعاودش نقع فيها، وهي كيفية استثمار هذه الطاقات تاع الثروة البشرية الشبابية اليوم في أنها تجمع بين هذا البعد الوطني، وأيضا تتمكن من أن تلعب أدوار للحفاظ على هذه الذاكرة وعلى هذه المقاصد تاع رسالة نوفمبر، وثانيا لكي تكون قيادية داخل مجتمعها، عندها ليدرشيب داخل هذه المساحات المختلفة، سواء الجانب الاقتصادي التعليمي. أنا تكلمت لك عمدا قبيل على 11 مليون شخص من 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 أبناء وطننا يمشيوا على منظومة التعليم، هذو جايين على وين؟ رايحين على سوق العمل، على سوق الشغل، ليعززوا هذا المضمار تاع المكتسبات اللي تتجسد في العمران والبناء والتكنولوجيا والمؤسسات القوية اللي تصنع. لأنه مهمة جدا حمزة، شوف خويا حمزة، كنا نرقد ونوض نلقاو بلدان كانت قائمة مبنية على إيديولوجيات وأفكار انتهت ودخلت في صراعات وجيراننا. طيب هذا الوعي اللي يكون موجود عندنا اليوم بقراءتنا لهذا المضمار اللي نعتز به في مكتسبات هويتنا وشخصيتنا ووطنيتنا، كيف يمكن أيضا أننا نجسده من خلال التمكين، التمكين لهذا المورد البشري الشبابي بمهم جدا بانسجام وتكامل وليس بصراع. نعم، هذا مهم جدا. ربما على ذكر الصراع أنا أتحدث عن هذا لأنه جيل اليوم عنده ميل أكثر إلى النجاح، إلى التفوق، إلى إثبات الذات والنجاح والتنافس والولوج إلى عالم المعرفة، دون أنه ما يكونش عنده انقطاع، بل يكون عنده تثمين مع مكوناته الوطنية. ربما ضيوفي الكرام أيضا على ذكر الصراع، ذكر أستاذ نور الدين، ربما حبيت أتكلم على واحد صراع نعم لا ولكن على المصطلح بالذات على الصعيد المؤسساتي. ربما من بين الأمور أيضا اللي عاشتها الجزائر منذ الاستقلال اليوم، خلينا نقول هو الصراع بين السلطة والدولة. خليني نقول في كثير من الأحيان البعض يقول أستاذ طيب ربما يتحفظ المرة أخرى، ربما كثير يقول بأن الإشكال أن السلطة كانت أقوى من الدولة في كثير من مراحل الجزائر المستقلة. شوف روح. شوف نعود في دقيقة برك الإخفاقات اللي تمت عندنا، إخفاقات أننا لم نفتح حوار حقيقي حول ما هو ما يمكن نقوم به منذ الاستقلال. الوحدة الوطنية، الثقافة الوطنية، الهوية الوطنية، كل هذه المقومات الأساسية، كيفية بناء الاقتصاد، اقتصاد اشتراكي، اقتصاد شيوعي، اقتصاد ليبرالي، لم نفصل فيها مباشرة بعد الاستقلال، وبقات كل النقاط مؤجلة. السنة هذه فقط نتكلم عن الأمازيغية كلغة وطنية رسمية منذ 62، هذا إخفاق، هذا نسيان، هذا كل النقاط اللي تأجلت. الفلسفة التنمية سي محمد، كيف نبني الجزائر؟ ما هو الطريق، خارج الطريق اللي نبني بها الجزائر؟ كل مرة ونعاود نخلق الدين، مؤسسة المسجد، كيف نبني الدين؟ كيف نبني المؤسسة العسكرية؟ مؤسسات اللي متفق عليها كل المجتمع، الدين، العسكر، الرئيس، الحكومة، المفروض كل هادو كان متفق عليهم، لا نعيد في الكرة. ربما هنا ممكن اسمح لي نكمل هذا السؤال المطروح. ماذا حقق في الجانب المؤسساتي؟ ماذا حقق في الجانب المؤسساتي؟ حقق الكثير وأخفقنا في الكثير. لماذا؟ لأننا لم نفصل في الحقائق. الشفافية في تسيير الشأن العام، الشفافية في تسيير المال العام، الشفافية في تسيير الذات، في المزابي يقول لك أنا محقور. سي محمد في فرنسا عندك حكومة موازية، عندك في فرنسا، لماذا لا تناقش هذه الأمور مع فرنسا؟ أنت كدولة كيف حكومة تاع الجزائر تبنى في فرنسا وأنت ساكت لا تتكلم عليها؟ كيف بعض الأمور تقوم بهم فرنسا
ونسكت عليها لا نتكلم عليها. هذه كلها مواضيع ومواضيع حساسة. كان يجب أن يفصل فيها ربما في الانطلاقة. يفصل فيها في الانطلاقة وتستمر المطالبة بها لحد الآن. ربما اسمع رأيي أستاذ محمد عباس. والحق محسوب انطلقنا بانطلاقة جيدة، كانت فيه سلطة وكانت فيه دولة وأمور واضحة. السلطة سلطة، وكان إذا كان رجعنا مثلا تجربة أبو مدية رحمه الله كان رئيس، كان رجل سلطة ولكن في نفس الوقت كان رجل دولة. نعم. والجزائر كما يقولوا ثمنت الاستثمارات نتاع الثورة والانتصارات نتاع الثورة الجزائرية، وكانت دولة يحسب لها حسابها رغم أنها يعني. ولكن الشيء الصح بالنسبة للدول أنك تبني اقتصادك، تبني قوتك المادية وتبني قوتك المعنوية، هذا هو الصح. هذا لازمنا كما يقولوا ننجح في مشروع التنمية الاقتصادية. ومن أهم الإشكالات اللي رانا عايشينها ويتمحن منها الشباب الجزائري هو أنه الشاب لما يخرج إلى الحياة العملية يجد واقع مزري، وهو أن المرتب نتاعه لا يفتح له أي باب. نعم. لا يقدر يتزوج به ولا يقدر يسكن به. شفت في البلدان اللي حريصة على شبابها وحريصة على ثروتها البشرية تفتح تحل هذه المشاكل، يعطيه له قروض مادام يشتغل يحق له باش يسكن ويحق له باش يتزوج. سبحان الله، إذا كانت المرتب نتاعك لا يفتح لك حتى باب، بطبيعة الحال الناس كامل تهرب، ما تقدرش تعيش يعني. أكيد. خليل لأنك طرحت سؤال في غاية الجوهر، تعرف الثورة تحمل في أحشائها مشروع مجتمعي بدون أن تعلنه، هذا موجود في بيان أول نوفمبر مش في النصوص. 62 شو كان؟ كانت سلطة الاستقلال، البوفوار لانديبوندونس، الدولة لم تكن موجودة، وهذه السلطة التي تشكلت على أساس مرجعية لم يتفق عليها مثل ما قال الأستاذ، مرجعية قائمة على سلطة جيش التحرير الوطني، وبالتالي جيش التحرير هو اللي بنى جيش التحرير أو إذا بالجيش الوطني الشعبي. راني الصراع اللي وقع. لا لا خليني أقول لك هذا لا شك في ذلك، يعني الصراع لا يلغيه أحد، إنما القراءة أنت حال الصراع، لأن نقول لك ده وراء ذلك الأمر، وراء ذلك الخيارات اللي تمت على أساس اللي خذ الرئيس بومدين وأحمد بن بلال خذوا السلطة، كان خيار سياسي إيديولوجي اجتماعي، ولم يكن فقط مثل ما يصوره الناس صراع عشائر وقبائل. كان مشروع، كان مشروعان لا جهوي ولا هم يحزنون. كان جيش التحرير هو جيش كان مرتبط بالشعب وحب يرسخ المرجعية الاجتماعية انتع القائمة على نوع من العدالة الاجتماعية، هكا تشكلت. بعدين 62 بدأ بناء الدولة، هذا البناء تعثر، نعم تعثر في المؤسسات، لكنه في النهاية تعرف بتجربة الرئيس بومدين كان دائما يتعافر، دائما عنده مشاكل مع بناء دولة لا تزول بزوال الرجال، وكانه كانت عنده مشكلة أصلا. وفي المؤتمر تاع 78 كان حاب يفصل في كثير من الأمور لم يكن. وبالتالي في تصوري أن البناء المؤسسي في الجزائر مهما يكون تواصل بنوع من التمثيلية الاجتماعية ونوع من العزل الاجتماعي، إنما ما حدث هذا اللي نقول عليه أن القوى السياسية داخل الثورة لم تكن متفقة دائما على المرجع. وبالتالي في عهد الرئيس شادي بجديد الله يرحمه وسع عليه مجاهد كبير خرجنا نوع من الليبرالية، لكن لم نستطع أن نصلها إلى نهايتها. ونحن الآن في هذا الترداد. حتى الآن تبقى المشاكل اللي يطرحها الإخوان هو أن الحكامة في الدول، الحكامة لا غوفرنونس، احنا بتعرف ما عندناش ديك التقاليد المؤسسية القانونية الحقيقية. احنا نتعلم، نحن دولة في طور التكوين وطبقة سياسية تتعلم، واخطأنا منا ربما في هذه القضيه بالذات. استاذ طيب ربما اعتذر على المقاطعه، ربما هذه النقطه خلوها المحور الثالث ونفصلوا فيها بكثير، خاصه قضيه الشرعيه الثوريه وثوره الشرعيه ربما هي حتكون نقطه مهمه بعد فاصل هذا اللي ناخذه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل. مشاهدينا مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من العدد الخاص بالذكرى 56 لاستقلال الجزائر. ضيوفي الكرام ربما توقفنا عند قضية التقاء الجيلين، خليني نقول وربما نوجه لك سؤال أستاذ بن برام، لأنك ربما رانا من جيل الاستقلال، ما يسمى بجيل الاستقلال إذا رضوا عليه جيل مخضرم. نعم احنا وش سمينا؟ جيل الثورة وجيل الاستقلال. أطفال ربما أستاذ بن برام خلينا نوجه لك سؤال، خلينا نقول إلى أي مدى نجحت الجزائر في ربط جيل الثورة بجيل الاستقلال؟ النجاح هو في الرسالة، في استمرار مقاصد هذه الرسالة. هذا بطبيعة الحال لأنه
الدولة اللي كان يحلم بها الشهداء رحمة الله عليهم ومناضل من أجل المجاهدين كانت مبنية على تصور، مبنية على قيم، على مبادئ، على انتماء. السي علي يتكلم قبيل على موضوع ما أجل من قضايا مجتمعية هامة جدا في تعزيز هذا الانتماء، الأمازيغية اللي أدمجت في الدستور والآليات اللي باش تعاود تجسد هذه اللحمة وهذا الانسجام، هذا مهم جدا في تعميق الممارسة الديمقراطية وفي الوصول إلى محطات تاريخية تكون فيها الوقت حان باش تقدر. أنا ربما ما ندخلش الآن بعقليتي في 2018 مع صراعات ولا أفكار ولا إيديولوجيات كانت موجودة وكانت عندها أثار أيضا على نمط التسيير ونمط الحكم في مراحل من محطة من المحطات، وقلت هذا يبقى للمؤرخين. علاش؟ لأن الجيل اليوم يحتاج إلى أنه يعي هذه الأحداث كلها وتشكل الوعي تاعه في الخلفية تاع شخصيته، لكن يتحرر من 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 قضايا قد تكون محل اختلاف، محل اختلاف وطبيعي نعيشوها ونقراوها حتى على بريق تحدثت عليه لشخص او شخص اخر، ولكن هذا مش عقده لانه هذا تاريخ. الاجدر انه هو يشكل احد اعمده الوعي في الذهنيه تاعنا بما فيها القضايا المجتمعيه، لانه الاصلاح لا ريفورم فيها المصالحه وفيها الانطلاق في طاقات شبابيه، طاقات جزائريه بسواعد قويه جدا تبني وتعزز هذه القضايا. انا نعنونها في عنوان مهم جدا تحدثت عليه لكن بسريع جدا، كيف يمكن صيانة البريزرفاسيون، كيفاش نصون هذه المكتسبات تاع مقاصد الثورة والتضحيات والاستقلال في أجيالنا اليوم دون أننا نحولها إلى عناصر تضاد على نفس الإيديولوجيات ونفس النمط اللي كان في السابق، سواء تأخذ أشكال إيديولوجية أو أشكال مجتمعية. محتاجهاش الآن. علاش محتاجهاش؟ لأن العالم يعيش على ترقب إيقاظها في شكل الطائفية أو الصراعات أو الإيديولوجيات إلى درجة أنها تصبح قاتلة ومدمرة، وبدل أنك تتمكن من الأدوات الأخرى لتعزز الانسجام المجتمعي تاعك تعود تمشي في ربما أروقة قد لا تعود بالفائدة على مجتمعات. ربما ما يجمعنا هو أكثر مما يخلينا يفرقنا. نعم للتاريخ، نعم لكتاب التاريخ، نعم لأن هذا حقائق راح نعيشها كما قال الأستاذ علي، مهم جدا أنها تكون منصفة ومكتوبة بأقلام جزائرية حتى لا توظف مشروع آخر ليعود يشكك لك في بعض المكتسبات تاعك، وهذا مهم جدا ننتبه له. لكن لونجو الرهان اليوم، لونجو اللي يجمع بين الجيلين، أنك تستمر في هذه الإنجازات، لأنه بقدر ما كانت إخفاقات تحدثوا عليها الإخوان على خلافات إيديولوجية، لكن جمهورية قائمة، دولة قائمة، 42 مليون نسمة تعيش على 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 بسيطة هذا البلد، مكتسبات، منظومة تعليمية صحية وغيرها. طيب النقاط الإيجابية اللي هي موجودة كيف نعززها من خلال ثقة الشباب الجزائري، ثقة المجتمع الآن في كل هذه المنجزات مع مواجهة الرهانات والتحديات اللي في بعض الأحيان تأخذ أشكال تاع الحكامة تاع الغوفرنانس، المشاركة والشفافية والمواطنة وورشات إصلاحية سريعة جدا تعزز هذه المكتسبات، وعي أيضا بالإنصاف والعدالة داخل المجتمع. هذه نقاط نعيشها ونتنفسها ونسمعها في المقاهي، في وسائل الإعلام، ونتفاعل معها، لكن دون أننا نمس عنصر مهم ونعانونه بالثوابت. عندنا ثوابت في المعادلة ما تغيرش انتمائك لبلدك، حتى لمعرفتك ببعض الحقائق التاريخية، لأنها من ثوابت واللي هي بها وقع تاريخ ميلادك في هذا الأرض بالاستقلال. كيف اليوم أيضا مع هذا الوعي اللي يعطيني هذه تروا ديمونسيون تاع لو باسي وتاع لا رياليتي وتاع لو فيتور، عندك اون كاباسيتي دو فير اون كونسيونس افيك تروا ديمونسيون باش نقدر نعطيها حقها ونتناولها كحقائق تاريخية. لكن اليوم النمط اللي رانا عايشين فيه، النمط الديمقراطي تاع المشاركة، تاع النمط اللي تكون فيه الشفافية، النمط اللي تكون فيه استثمار طاقات الشباب، هذه أيضا من العناصر اللي تحتاج إلى الموتيفاسيون، إلى 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 تحفيز شبابي قوي جدا اللي يخلي نفس الأدوار اللي قاموا بها الشهداء رحمة الله عليهم، وأدوارهم كبيرة وتضحياتهم كبيرة لأنه قدموا أرواحهم، ولا أعتقد أن ندير مقارنة، لكن أدوار أخرى للحفاظ على هذا التضحيات. ربما التكامل بين الجيلين هذا، ربما خلينا نقول هل لازم يمر بالضرورة على التخلي على الشرعية الثورية؟ لا شوف تفضل. أول تفضل أستاذ. بس الشرعية الثورية هذه انتهت من زمان، ونحن نردد الآن. المفروض كانت تنتهي في 63 أن ندير شرعية دستورية شعبية، ولكن للأسف ثورة الشرعية يعني، لكن للأسف يعني ما حصلش هذاك الدستور، ما لم يعني أجهد يعني ما خرجش على المجلس التأسيسي. احنا عملنا مجلس تأسيسي باش يديرنا دستور، ولكن المجلس التأسيسي سادت عمليا يعني كسلطة فعلية هذه السلطة الشرعية، الشرعية الثورية هذه، نعم.
متمركزة حول المؤسسة المنظمة الوحيدة اللي هو الجيش، ما كانش قوى أخرى. فالجيش كان منظم، قال أنا عندي شرعية فورية نحكم مؤقتا، ولكن طول فحدث فراغ يعني لا على باش نرجع للشرعية الثورية. مفروض انتهت في 76 لما داربوا مدين الدستور، انتهت الشرعية الثورية هذه. نعم. انتهت عمليا عندنا دستور معناها انتهت يعني شرعية شعبية، شرعية دستورية. هذا المشكل أنه من 62 إلى يومنا هذا للأسف لم نكن نمارس السياسة كما كانت حزب الشعب يمارسها، كما كان فرحات عباس يمارسها، كما كان الحزب الشيوعي الجزائري يمارسها. شفت كان السياسة الحقيقية والسياسة الموضوعية. فحدث فراغ لأن المؤسسة العسكرية حقيقة تقدر تسد فراغ، ولكن ما يمكنش تمارس العمل السياسي مثل ما يمارسوا المؤسسات السياسية المخلوقة لهذا الشيء. لهذا الشيء. نعم ربما أستاذ. طيب خلينا نوجه لك سؤال مباشر، هل اليوم الشعب هو مصدر كل السلطات في الجزائر الآن؟ نعم. بعد 56 سنة من الاستقلال. خلينا نقول حتى ننتهي من الشرعية الثورية. لا هو مفهوم، بس كنت نتكلم عن المفاهيم. الشرعية الثورية هذا كان خطاب داخل الأحزاب، لم يكن له ترجمة مؤسسية، هو كان المرجعية التاريخية المرتبطة بكل الحيثيات، لأن مكونات الحكم في الجزائر كلها كانت الحركة الوطنية، كلهم خرجوا من الحركة الوطنية المدنية، حتى الذين طلعوا الجبل ولا مجاهدين. وبالتالي ما فيش قطيعة بين مرحلة جيش التحرير والجيش الوطني الشعبي الذي أخذ السلطة بصفة من الصفات، وجبهة التحرير نفسها. وبالتالي السوسيولوجي بوليتيك دو لاجيري تجيب شبه هذا التنوع. ضيف إلى ذلك أنا في تصوري الآن الشعب لا يمكنه أن يكون له ذلك الوزن إلا إذا تطور وعيه وأعطت له فرصة أن ينتخب المؤسسة بالطريقة الحقيقية. ما زلنا ما ترباتش عندنا الثقافة الانتخابية اللي هي مرتبطة بالثقافة الحزبية، وليس بالضرورة مرتبطة بحكم ما يسمونه بالجيش أو غير ذلك. الأحزاب عندنا لم تتطور بالطريقة التي تكون قوة، لأن الحركة الوطنية لماذا دارت ثورة التحرير؟ لهذا كانت أحزاب قوية. وبالتالي الآن كيف نريد أن ننتقل من الحركة إلى السلطة الدستورية وإحنا ما عندناش أداة السلطة الدستورية؟ الأحزاب الآن فيها أسباب تشرح، إنما الفكر السياسي الجزائري تعطل بعد 92، وبالتالي لم ينتج نخبا. وهنا ندخل الى موضوع كبير، ان 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 ان, أن الفكر السياسي الذي يترجم في الدساتير او يترجم في الايديولوجيات او يترجم في المشاريع الاقتصاديه يجب ان تكون عنده نخب وليس فقط شعارات. النخب الان في بلادنا ممزقه الى مستوى كبير، فهي لا تؤثر في الرأي العام ولا تؤثر في الوعي الذي يستجيب إلى فكر الدولة إلى فكر الدولة إلى الدولة الجامعة المانعة. نحن الآن تقريبا في هذه المرحلة التي رغم الدساتير الكثيرة، لأن كانت فيه دساتير بعد بومدين دار الدستور الشرعي كان عنده نصوصه، كانت فيه دساتير، إنما علاقة المجتمع في ثقافته السياسية مع هذه النصوص هي علاقة إشكالية وليست علاقة مواطنية. ربما في ظل هذه الخلاصة في هذه الكونسلة بدأت لدارة أستاذ. طيب خليني نقول قضية المشعل اليوم، إذا ما كانش نخبة وما كانش مجتمع واجد وشباب واجد، فبالتالي خليني نقول الجيل اللي راه يمارس الحكم باسم الشرعية الثورية يستحيل أن يقدم لك المشعل. لم تعد الشرعية الثورية قائمة كحاجة. ربما كثير حاول يربط البعض أنه لا لا برمزية المجاهد رمزية لا 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 الشرعية الثورية يعني لم يبقى إلا نظام الحكم. نظام الحكم مستمر في الحكم في البلاد عن طريق ما يسمى بالشعار الشرعية الثورية. هناك من قام بانقلاب في 65 الرئيس الراحل بومدين وسماها تصحيح الثوري. واستمر التصحيح الثوري إلى الآن. من هو ضد السلطة راهو ضد الثورة لحد الآن. في رأيي أن هناك شرعية غير معلنة ما يسمى بشرعية الثورية، والشرعية الشعبية مغيبة، ليست هناك شرعية. لأن ماذا يعود الشرعية الثورية في الواقع؟ تعودها الشرعية الشعبية، شرعية الصندوق أو شرعية الانتخاب الحر. يعني الدساتير اللي المفروض نأتي بها دساتير من ناحية الكتابة ممتازة،
يبقى التطبيق. لكن كيف تنتقل من هذا النظم في المجتمع، كيف تنظمها داخل المجتمع، كيف تخل من مسؤول عليها؟ هذا هي السلطة ونظام الحكم، وليس الأحزاب. يا أستاذ، ليس الأحزاب المسؤولة على الوضع، لأن الأحزاب تحاول أن تنظم نفسها، ولكن السلطة ونظام الحكم لما يتدخل لقلب الأمور. لما يقول فرحات عباس في كتابه لانديبندونس كونفيسكي، مصادرة الاستقلال، لما يقول هذا الكلام، مقلب فرحات عباس كان رئيس حكومة مؤقتة، كان شخصية كبيرة، يجي بن خدة وينتقد تاريخ تسيير المجتمع، يعني رؤساء الحكومات ومسؤولين الأول اللي كانوا موجودين، ما ننتقدش أنا في فترة معينة في فترات، ننتقد في الوضع العام منذ الاستقلال، لأن الوضع ما يسمى بالشرعية الثورية شعار سلوغان يحكم به نظام الحكم. لكن إلى متى، ربما هنا خلينا نوجه سؤال إلى نوردين ببرام، إلى متى تسليم المشعل للشباب اليوم؟ الشباب الآن جاهز متعلم، أنا تحدثت وعنده واقع آخر، لكن أنا برك يعني تحفظت نوعا ما على كثرة هذه العناوين الوصفية التي تدخلنا في فضاءات في بعض الأحيان نتهيكل فيها وبعدين ما نلقاش حل الواقع تاع اليوم، لأن الشباب اليوم اللي راهو متهيكل أكثر في الفيسبوك وفي الانترنت وفي أحلامه اللي موجودة في الجزائر وخارج الجزائر، ربما عنده احتياجات أخرى وطموحات أخرى. محتاجين الآن أننا نفتح هذه المساحات السياسية حتى داخل البلد، لأنه كي نشوف مصطلح اللي كانوا يتكلموا عليه تاع الشرعية الثورية، 99% من مكونات كوادر وأطر الدولة الجزائرية من الشباب. شوف الحكومة تقريبا تشكيلتها كومبلي. لا لا لا، ليس هذا، أنا على نظام، أنا على طبيعة النظام الحكم، ليس على أشخاص. أشخاص ممكن، لابد لك من مؤشرات، لابد لك من مؤشرات ديزانديكاتور كي تتحدث على موضوع، لابد من مؤشرات. يبقى الآن تقييم الرجال وتقييم البرامج وتقييم الأنشطة، أعتقد أنه شرعية الصندوق كما عبروا الإخوان قبيل، وشرعية المشاركة الشعبية هي الرهان الحقيقي للمستقبل. وأعتقد هذا هو ما يقدم للأنظمة شرعية وجودها، لأنه أما قضية اختيارهم ومن أين نهلوا ورمزية الانتماء تاعهم، لابد أن لا تدخلنا في هذا التناقض وهذا الصراع، لأنه محتاجين الآن إلى هذا السير السلس نحو هذا التداول المستقبلي للشباب الجزائري خريج الجامعات وخريج المعاهد والمتشبع أيضا بهذه القيم الوطنية، بأن تكون عنده هذه الفضاءات التكاملية كما عبرت عليها في البداية، وليست علاقة صراع وتضاد، وليست تنافسية إقصاء الآخر أو بقاء الآخر، لأنه هذا سيدخلنا في معادلة مش محتاجين في هذا السياق الحالي. احنا محتاجين إلى هذا الانسجام وإلى هذا التكامل، وهذا التكامل والتواصل أيضا، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه. هذه أولا. إنما عندما نتكلم عن الأجيال، يجب لنا نرى أن هناك جيل ينتهي وجيل يبدأ. لا، هناك تداخلات أنا نسميها المجيلات على مستوى الفكر وعلى مستوى السلوك وعلى مستوى الانتماء وعلى مستوى التحديات، هذا على مستوى الاجتماع. إنما كاين أمر آخر، عندما نتكلم على الجيل الحال، أنا مش متفق مع الإخوان أننا نجمعوه في جيل الانترنت. الجزائر كاين اللي عندهم مرتبطين بالمرجعية الدينية القديمة، كاين اللي مرتبط بالعصبيات الموجودة، كاين اللي مرتبط بالحومات وبالتالي il faut pas idéaliser la génération actuelle. هي جيل يعكس ما في البلد من ثقافة ذهنيات وله سلوكيات على مستوى الشرائح الثقافية، وبالتالي إذا أردنا أن ندرسه لا يجب أن نعطيه رؤية مثالية على كل حال، وإنما علاقة القرابة، علاقة مع الجداد، العلاقة مع الفضاء، كلها تأثر في الجديد. إنما وهنا نتفق مع الأستاذ أن المجتمع الذي لا يطرح الأسئلة الحقيقية يأتيه عن طريق ويدخل في التآكل، وبالتالي فو بوزي لي فريكاسيون وتطرح لنا اليوم في هذا اللقاء واليوم طرحت لنا لي فريكاسيون دون لو دومين. دكتور انا بوزيهم لي فريكاسيون لي زانتيليكتوال لي زيد النخبه خليني نقول نظام الحكم، خليني نقول ياسر اسمع لي، نظام الحكم برك هذه نسالك برك، نظام الحكم
والنخبة هم اللي طرحوا هذه الأسئلة الحقية لكيفية تسير الغد. ولو كان لولا يطرحها هؤلاء تبقى كلها مؤجلة ويبقى هناك إقصاء للشباب وإقصاء للجيل. هذا خطر على المجتمع، لأن الأستاذ تكلم عن الأحزاب. صغيرة 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 نص 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 نص، لأنك عقبت عليا مش لا نوضح. نعطي لك 15 ثانية. الأحزاب هي اللي فجرت ودفعت بالمجتمعات اللي حصلت في تغيير المخارج، هي اللي درتها. شوف مثلا في المغرب نظام قديم، الحركة السياسية حتى الإخوان في المغرب بنضالهم وبعملهم المنظم استطاعوا يقلعوا المجتمع ودار المخزن في المغرب استبق الأمور. مش قبل احنا أغلقنا على نفسنا، احنا لما تخرج المسجد ما فيش نظام قاهر عندك مثل المخزن. الجامعة ممنوع فيه السياسة. لا 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 ربما كلمة لك هذا هو أنا هذا هو نقول لك ممنوع السياسة داخل المسجد. وهل اتفقنا وياك أنا في كونتر تكون سياسة في المسجد؟ نعم ربما نجب أن المسجد والمدرسة ربما المكان يكون تقني بيداغوجي أو ديني دعوي. لا هذا كلام آخر. نعم المسجد ربما حتى نعطي الكلمة أستاذ بن بران برك تعقيبا على الأستاذ اللي ينقد له كل احترام والتقدير، وهو مرجع من المرجعيات الفكرية في الجزائر. الحقيقة أن تحدثت على الشباب لأنه في كثير من الأحيان هو غير مهيكل، كان مهيكل في النمط الكلاسيكي السابق تاع السبعينات وفي الثمانينات الجماهيرية، لكن اليوم لا توجد أوعية تستوعب هذا الشباب، لذلك تجده أكثر تواصل في الفضاءات الافتراضية في العالم الافتراضي عن طريق النت وغيره. هو في بعض الأحيان أيضا مش مع تواصل حتى مع النخبة، تواصل مع الرياضة، تواصل مع أشياء أخرى، مع رمزية جديدة دخلت في الجانب الثقافي أيضا، عالم الفن، عالم السينما، وعالم عديدة جدا. بعد واهتمامه بالعالم السياسي موجود، ولكن مش بالحجم لكل ليدر داخل المجتمع. علاش؟ أيضا الأحزاب السياسية لابد أيضا أنها تعاود تمد مواقع جديدة لهذا الجاهزية، هذا النضج تاع هؤلاء الشباب ليكونوا فاعلين مع بعضهم البعض، وهم أيضا لمثل مستقبل الحراك السياسي داخل البلد. هذا أيضا مهم جدا، لكن لابد له من أدوات شبابية، أدوات خطاب جديد، تحفيز جديد، تشجيع جديد، مهم جدا. وعلاش تكلمت عليه؟ لأنه لما نديروا مقاييس نعملوا ملاحظات انتخابية. نعم. كم عدد الشباب اللي يمشي يصوت؟ كم يشارك في العملية الانتخابية؟ ربما دعنا نكون على صحيح. نعم. ربما هذه قضية ربما جدلية أخرى وإشكالية أخرى. نعم. لماذا لا يشارك؟ رغم أنها ظاهرة عالمية. ربما من هنا خليني أستاذ بن برام نقطعك من جهة. أنا همني جدا أنه نطرح الثروة الشبابية اليوم. نعم. كعامل تنمية وعامل مشاركة في. كيف يمكن استغلالها؟ ربما خليني أوجه سؤال للأستاذ محمد عباس. ربما في دل ما في دل هذا الزخم خليني أقول أستاذ محمد عباس، كيف يمكن اليوم لخمسة جويلية كرمزية لنا تاريخية أنها تكون مناعة بالنسبة لنا في الجزائر؟ بالنسبة لي أنا أحسب كما يقول الإنسان لا يكتشف الأرض من جديد، فيه السوابق وفيه هنا. لما نرجع إلى تاريخنا في الوضعية الاستعمارية، وضعية أفرزت حزبين سياسيين يعني جماهيريين إلى حد ما، فضلا على الحزب الشيوعي الجزائري اللي هو يعني بين الطائفتين. فهل يتسع الواقع الحالي الجزائري إلى هذا العدد الكبير من الأحزاب؟ أنا في تقديري حتى نعيد الأمور إلى بعض القيم وبعض الأمور التنظيمية، القيم أنك لابد من رد الاعتبار للشرعية الشعبية والشرعية النخبوية، لأن الشرعية الشعبية محيدة والشرعية النخبوية محيدة، وهذا يعني خلل كبير في المجتمع. المجتمع كما يقولوا كان كمال أتاتورك رحمه الله حب ينظم المجتمع التركي، عين جنرالين، واحد ليبرالي واحد واحد اجتماعي يعني شبه اشتراكي، قالهم ديروا نظموا لنا المجتمع. نفس الشيء حنايا كاين مفروض حزبين فقط، حزب تاع القوة العاملة وحزب تاع راس المال الوطني، ينظموا المجتمع ويبرزوا. كيف يمكن نستغل رمزية مثل هذه الأحداث أستاذ محمد؟ بس حتى نعاود نطرح صيغة أخرى. أهم درس أنك أنت يعني تطرح دعوة جديدة، برنامج جديد، مخطط جديد باش تقولب فيه القوى الاجتماعية الحية، وتقدر توظف فيه هذه الطاقة الشبانية اللي سماها بومدي رحمه الله بمثل الطاقة النووية. كون ما تقدرش يعني تنظمها تخرب لك كل شيء. واضح ربما ضيوف في الكلام داهمنا الوقت، مضطر أن نسمع كلمة أخيرة سيد علي درع. في ما خلينا ما يمكن أن ننتظره من الجزائر الآن في هذا، وإحنا في مثل هذا اليوم الجزائر تحتاج
إلى نظرة مستقبلية لبناء جزائر الغد، بناء الوحدة الوطنية وتدعيمها، بناء المؤسسات، بناء الثقافة الوطنية، اللغة الوطنية إلى آخره. معناها الجزائر في انتظارنا، تنتظرنا بسياسة شفافة ليس فيها لا جزار يحكم فينا ولا 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 واحد يدخل، فقط الصندوق أو الشرعية الشعبية هي اللي تتصرف. أستاذ محمد، نعم أنا متفق مع الإخوان في أن لازم السلطة تأخذ شرعيتها من الإرادة الشعبية، لا نختلف فيها، لأن العصر والزمان يفترض ذلك، ما فيش خيار آخر. وثاني الأمور أن هذه الشرعية وهذا التمثيل الإرادة الوطنية يجب أن يرتبط بمشروع بناء دولة تليق بهذا الأمر، تكون فيه الجيل جيل مبدع وليس جيل شعبوي. إذا بقينا في هذا السلوك الشعبوي في الريعيات ما نبنيش قوة. وبالتالي الآن كل التاريخ وش يقولنا؟ يقولنا الآن الأمم اللي حتى وإن كانت ديكتاتوريات على فكرة، اللي بنات مشروع علمي لشبابها ولجامعاتها وخاصة الجامعات، هذه الأمم تصنع تاريخ. والأمم اللي مشات في هذه صنعت التاريخ والآن تنافس الأمم. احنا قادرين ننافس الأمم لأن المخزون والخزان الشبابي موجود. وأنا أعرف الجامعات موجود، إنما الآن غير موظف وغير مستخلص الزبدة العلمية اللي موجودة فيه اللي راهي ضايعة في الإداريات. أستاذ نوردين ببران، فيه وعي اليوم؟ نعم، يعني بريز دو كونسيونس كبيرة جدا، وسائل الإعلام تحدثنا عليها تمد هذا الوعي بتدفق مستمر لشبابنا وشعبنا على ضرورة الحفاظ على انسجامنا اللي هو جزء من تعزيز هذا السلم وهذا التواصل مع رسالة الشهداء. مهم جدا هذا الوعي، لا كونسيونس، وأيضا ما عشناه في التسعينات. لكن لونجو الرهان المستقبلي لابد أن تفعل هذه الطاقة الشبابية بثقة أكثر في النفس وبمساحات أوسع لتمكين الشباب أنه يكون هو المحرك الدائم للتنمية في البلد والحفاظ على البلد. أستاذ محمد عباس، كلمة أخيرة لك. والحقيقة أنا في تقديري باللي حركة التحرر الوطني لابد أن تتواصل. نعم، لأن تقريبا يعني مشات في عقد من الزمن وبعد تعفر ذات عراقيل كثيرة يعرقلوا عملية التحرر الوطني لتستكمل البعد نتاعها. نعم، في بناء اقتصاد وطني منتج وثقافة وطنية حرة. في الأخير ضيوف الكرام، أبقى لنا نشكركم واحد واحد. أستاذ علي درع، شكرك على حضوركم معنا اليوم. شكرا. أستاذ محمد عباس، شكرك على حضوركم أيضا. أستاذ نوردين ببراهم، شكرا لك. أستاذ محمد كبير، شكرك أيضا على حضوركم اليوم. شكرا جزيلا على الاستضافة. لا شكرا على وجب أمانة مشاهدينا، فهم يبقى لنا نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.